السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع ظريف جدا وبسيط خالص تقدر تعمل بيه دراسة للمشروع بتاعك، من خلال انت تحدد المكان اللي انت عايز تدرسه على وجه الأرض. زي ما انت شايف كل حاجة بتتغير، أول ما بتغير المكان الظل بيتغير وهكذا. هنا بقى بتختار بقى في أنهي شهر من شهور السنة وأنهي ساعة. ففي شهور مثلا في جون ده بيبقى الصيف أطول بالشكل دوت، وتقدر بقى تختار من هنا مثلا انت عايز الميرور مثلا الاكس والواي وهكذا. ممكن تحدد الماب سيرفيس يغير لك الخريطة، فتقول له مثلا لا ده انا عايزها مثلا في مصر. في بلاد تانية بيبقى الشمس بالشكل دوت. خلينا نروح السودان، تمام اي بالشكل ده. ممكن تقول له انا عايز مثلا ديلي سولار تيبلز، فيبدأ يجيب لك الجدول الوقت امتى والسولار والشادو بالشكل ده. وتقدر تسافر الملف ده كسي اس في تفتحه على الاكسل. هنا ممكن تقول له مثلا السمر او الوينتر الوقت، وتقدر تحرك الشاشة بشكل دوت. ممكن تقول له أنا عايز أعمل دراسة فيديو للوقت اهوت من أول يوم لآخر اليوم. ممكن تيجي تقول له هنا أنا عايز أشوفها بشكل برسبكتيف بالشكل دوت. ممكن تحدد السيرفيس هتبقى شفافة أو لأ أو كده بالشكل دوت. الماتريال تقدر تشوف ايه الحاجات اللي هتدخلها معاك، مثلا الصن أنجل عايزة تظهر ولا لأ، النورث أوست ممكن تقول له استخدم المكان اللي أنا موجود فيه، فهيبدأ بقى يشوف أنت موجود في أي بلد ويبدأ ينقل عليها. ودي بعض الإعدادات بين حسب خطوط طول العرض. لا عايزها تبقى ثابتة بالشكل دوت. فموقع ظريف وخفيف وأونلاين، مش محتاج تصيب لأي برامج.